بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي واطفالي الحلوين، الفيديو ده مخصص علشانكم انتم. عامله لكم حفله بابلز. انا عارفه ان كل الاطفال الصغار بيحبوا البابلز. هنعملها النهارده في البيت بطريقتين، هي الطريقه الصحيحه لعمل البابلز. نفخت لهم البالونات وابتديت بقى اجهز لهم للبابلز. اول طريقه المقادير: كوباية إلا ربع مية، بضيف ليها معلقة كبيرة سكر، وأدوب المزيج كويس جدا. لحد ما السكر يدوب، وبعد كده أضيف 3 معالق كبيرة من الصابون السائل للمواعين. يبقى كوب إلا ربع مية، معلقة كبيرة سكر، 3 معالق كبيرة صابون سائل. المزيج هصبه في إزازة وأسيبه فترة من الوقت. يفضل إن انت لو تركتيه يوم كامل هيبقى حلو جدا ويديكي نتيجة أفضل. الطريقة التانية المقادير: كوباية مية، ربع كوب صابون سائل، بالإضافة ل5 نقط جليسرين أو يعني معلقة كبيرة. يبقى الطريقة التانية: كوب مية، 5 نقط جليسرين، ربع كوب صابون سائل. ودول الطريقتين لعمل البابلز. بعبيهم في زجاجات واسيبهم فترة طويلة من الوقت علشان يديني نتيجة افضل. هنا بعد ما تركتهم فضيتهم وعبيت فيهم، كان عندي اللي هو اللي بيتباع اصلا البابلز الجاهزة، فحطيتهم فيه وعطيتهم للاطفال بقى ايه يفرحوا بالفقاعات الجميلة دي. طبعا لو ما عندكيش، لو متوفر عندك اي شاليموهات او اي ماسوره بلاستيك قطرها مختلف، كبير صغير كله بينفع، وده طبعا بيديكي احجام مختلفه للبابلز. كده اطفالك هيفرحوا ويتبسطوا جدا، وبعدين هتديكي كميه كبيره غير ما بتشتري. طبعا العبوه اللي بره بتبقى يعني سعرها غالي وبتخلص بسرعه. بفكركم لو عجبكم الفيديو سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اي جديد في القناة. الاطفال فرحوا بقى بالبالونات ورشوا سبراي التلج وعاشوا حياتهم بقى مع البابلز اللي عملناها بالبيت، وكانت كميتها كبيرة جدا. حاولوا تجربوها وسعدوا اولادكم، لان فعلا بيفرحوا بحاجات بسيطة لكن بيفرحوا بيها وبيقضوا وقت حلو. وانتوا كمان شاركوهم فرحتهم وسعادتهم بالحاجات اللي بتعملوها لهم في البيت. هوريكوا دلوقتي البابلز بعد ما قعدت يعني فترة طويلة من الوقت ازاي نتيجتها كانت افضل. الفقاعات بقى بتختلف حسب انت عندك حاجات قطرها واسع، ولا مثلا زي الشاليموهات كده فتديكي فقاعات صغيرة، لكن كلها بتبقى حلوة وبتديكي طريقة جميلة جدا. يعني بصراحة نتيجة حلوة قوي قوي. يا رب تجربوا اي واحدة من الطريقتين وتكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها، وفرحوا اولادكم وسعدوهم. وبفكركم تاني ما تنسوش الاشتراك بالقناة ولايك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد.
ربنا يسعد أوقاتكم ويسعد أولادكم يا رب. شايفين بقى البابلز هنا، هو ده عملنا أحجام بالشاليمونات وأحجام بماسورة كان قطرها كبير شوية، حتى الكبار هيفرحوا بيها. يا رب يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي واطفالي الحلوين، الفيديو ده مخصص علشانكم.